يتوقع خبراء وهيئة الأرصاد الجوية أن يسود غداً الاثنين طقس لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وحار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غداً بإذن الله على عدد من محافظات ومدن الجمهورية: القاهرة العظمى 23، الصغرى 14، الإسكندرية 24-14، مطروح 21-13، بورسعيد 22-14، الإسماعيلية 24-12، والسويس 24-13، العريش 24-11، طابة 23-13، شرم الشيخ 25-18، الغردقة 25-16، الأقصر 27-11، أسوان 39-13، الوادي الجديد 28-8، شلاتين 30-23، حلايب 27-23. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.